يعطيكم العافية متابعينا، معكم عبد الله بشاري وعندي لكم فيديو جديد حق بيشو يلعب نكست كار جيم. زين اللعبة هذه الحين بري الفا، اللعبة الحين ترى اصلا مو نازلة، ولحن يعني معناتها المطورين اللعبة لحن قاعد يشتغلون اصلا باللعبة، لحن قاعد يضيفون يسوون شغلات فيها. فخلنا نسوي مثل ما تقول نظرة سريعة على المنيو الرئيسي. الشكل هني تحت راح تكون عندك سيارات، هني حق كل سيارة السيتنجز الخاصة راح تخليها فيها. مثلا لحد الآن هم بس مشغلين هذه اللي بدل القطع ظهر تواير على حسب الحلبة، قوة الماكينة، الأمور هذه. شغلات الثانية ما أدري شنو، تصلح سيارة، تدور على ناس يمكن عندهم السيارة، معلومات على السيارة، تسوي تست درايف، تبيعها، وسيت أس فيفلت. فمعناته في بيع وشراء السالفة باللعبة. راح تكون في سيارات مختلفة الظاهر. الفوق لحد الان بس البطلين هو الجراج اللي احنا نصبها فيها والمنيو طبعا. زين راح يكون عندك بروفايل نيم وشكل الاعداد هذا حق الليفل، ففي سوالف الليفل الامور هذه والماركت عشان شكله هني تبيع وتبيع وتشتري سيارات. ريسيرش يمكن حق لاعبين ثانيين، اتمنى ان اللعبه تكون يعني منطقه ملتي بلاير يعني، لان اللعبه ابداع. تبيه بس قبل ما اوريكم الحين اللعبه، مثل ما ذكرت لكم اول شيء ان هذه بري الفا، فاتوقع يعني مثل سولف غلطات ما غلطات باللعبه نفسها، فلا تحكمون على اللعبه من الفيديو هذا، احكموا عليه من ناحيه اللعبه مثلا شنو ستايلها، مو انه اذا فيها عيوب ولا لا. ثاني شيء انا كمبيوتري ضعيف، فيمكن عادي راح تشوفوا اللعبه وايد تقطع، مو من اللعبه ترى من كمبيوتر هذا. انا مقلل الريزولوشن كثر ما اقدر والسوالف الافكتات وهذه بس عشان اقلل التقطع كثر ما اقدر، فسامحوني ما عليه. وخلنا نبلش. هو لاحظت ان اللعبه في نوعين من السباقات، في الديربي زين اللي هو تدعم بس من يظل اخر واحد سيارة شغاله، وعندكم النوع الثاني هو السباق الريس. وفي مكانين، في مكان تراب وفي مكان اسفلت، فراح اوريكم واحده واحده. خنبل صارت بخلي اخر شيء الديربي صراحه. خلنا نلعب نشوف نجرب سباق تارماك مع 24 سيارة. يلا الحلبة الأولى على الأسفلت. شوف التدعم، شوف التدعم من أول شيء يقلبون بعض. لا 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 تدخلوني بالسالفة. أكثر شيء يونس السيارة سالفة التدعمات. التحكم انا يبي لي اتعود لان زمان مو لاعب العب سيارات. وثاني شيء اللعبه تحكمها شويه احسها غلج مو سهل. اخر عني ولك ولك والله لا 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 تلف سيارتي، لا تلف سيارتي و لا اشكر حد اللي سياره. لا 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 ماكينتي ضربت بسرعة، مت. رتراي مرة ثانية. على الأقل خل أخلص السباق يعني، حتى لو مو المركز الأخير بس خل أخلصه، مو عاد كسر الماكينة. خلاص ينحط ايش عندي؟ إيه لا أنا بغيت أصير شرير، رحت فيها. مركز 23 احسن من 24. التحكم مو سهل مسوينه كلش. هو سياراتهم ما تخمس، انا لازم عشان الفها لفه حاده لازم اخمس او اني اهد البنزين، ما ادري شو اسوي بالضبط. بس السياره ما تلف غصب. لا 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 اطلع من الهشيش. لا درفت بهاللعبة وناصح صراحة، التحكم ما يساعد. هني المكان المدفي. والله هني شو سوى ايش كثر دامير بعض. يا
من وين طلع هذا قدامي؟ دار سيارته كانت مقلوبة. لا تبعدون عني، تعالوا هني. ممكن طوفي قدام. يا الله دوس مات اللعبة. هذا عادي، الأمور طيبة، الأمور طيبة، ما صار شيء. تك داون حلو، اصبر يا تك داون. شو هذا؟ مع انه مسكك قاعد بامان الله مستسلم الحبيب، ما يبي يكمل السباق. شورت كت، شورت كت عادي، ماكو مشاكل. شيء طيب. انا هني هديت شوي البنزين وظلت ودس مرة ثانية. اتوقع هذا خش تكنيك. وقلت لي بعد لفة ما اشوف ولا احد قدامي. انا قاعد اتخيل لو كمبيوتر انا قوي يعني يستحمل واشغل الامور الشدوات والبارتكلز ان شلون شغلات تطير اكثر وشي، اتوقع راح تكون حادها وناسه. انا كذي مستانس يعني صراحه. سيارتي وايد تحب تمشي على الحشيش. لفه بين كم لفات كم تصير شوي اصعب. اوه قاعد اشوف سياره بس بعيده، وين اوصل لهم هذول؟ هم مستوى اللي سويته مسكين تاك داون. تاك داون يعني كسرت سيارته كلش بالمره، ما اقدر يعني كسرت ماكينته انا. سياره مو تمشي زيده. يلا اللفه الاخيره خلص السباق، مركز 14 زين. الله 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 الله. لا 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 انا اكمل السباق القريب. خلصت السباق قريب. اللعبة ابدع. قرروا الجراج. الحين نراويكم الستيج الثاني اللي هو مرحلة الاسفلت التراب. تراب تراب مرحلة التراب الثانية. اسفلت هذا لعبنا اليوم شيء حبة سباق. نشوف في سوا شغل سوالف نبدل. ايه انا كنت مو حاط، كان في توير حق الاسفلت نسيت ابدل. طبعا جربت اني ازيد قوة الماكينة لا تشبدي لان السيارة بس تخمس ما اقدر اتحكم فيها ادم، فخلنا على الماكينة الضعيفة احسن. قاعد اتخيل لو هذول 24 كلهم يعني اونلاين قاعد يلعبون ناس، اتوقع بحد يخلص السباق بس يدعمون ببعض. بس طبعا ليش يسوون كذي بدام في مرحلة الديربي؟ الديربي راح اوريكم اياه بعد السباق. هذا ابداع، ذكرني وايد بلعبة ديستركشن ديربي، نفس الفكرة ترى اللعبة. بس تخيل ديستركشن ديربي اللعبة نزلت على ايام بلاي ستيشن 1. ترى اللعبة هذه هي، بس ما ادري ايش السبب انه ما قاموا يسوون اللعبة بعد. نزلوا الجزء الاول والثاني بس وقفوا، واللعبة وايد حبيناها يعني ما ادري ليش وقفوا. فانا اشكر الشركة هذه صراحة اللي جابت اللعبة هذه مرة ثانية، بس طبعا اسمها غير لان شو البداية السيئة هذه. الله امشي. كلهم راحوا، كلهم راحوا. شنو هذا؟ اقوى خسر ستارت احسن. وخروا عني، دعموا بعض انتو خلصوا. يلا انا الحين ادوس. ياو ولك ياو
مو ولك اه رد مرسم الشارع رد مرسم الشارع رد مرسم الشارع اكلع اشتار 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 مرسم الحبر رد مرسم الحبر الواحد جتنا لا 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 تقلب السيارة كانت راح تقلب لا حرام عليك ولا كملوني يا لا 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 تكفخ شبه عمليك لا لا تخليني المركز الاخير تعال ما في مكان يصلح السيارة لا 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 تكفى تحكم تحكم رسارت هم حاطين الماوس حتى بعد رسارت مخلصين لا تعرض والله اطشرك ترى لا لا اطشرك قطعك واخر عني نفس الخشب واه لا طق قاعد الف يمين فتشوا عني شنو هذا اللعبة لازم يعدل فيها التحكم وايد صراحة ورسارت حساب البري الفا لهم مو مسوينها مثلا في بطولة او دوري باللعبة او اي شيء يعني للاسف حطيت بس في السباقين والدربي حلو سمعت حلو من كان عليه اتحكم بالسيارة مرة ثانية يعني لحظ وخر عني وخر عني خليني اجرب اسوق كلها قري سير لا 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 ولك مليق ترى والله دست شويه بنزين اوكي علقت السياره شويه ستيج مليق مليق الستيج اخر ستارت يا ملقك يا ملقك طبعا ان شاء الله لحق عليكم ان شاء الله لحق السيارة خلي لو تهدي شوية لا اوف اوف يلا عدل الظاهر فاجأتها انا لا لا خفف 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 طيح باجي التوائل ليش ما واقفين هذولا يعني بروحهم تعال ما بصير مركز الاخير شو شو يلفون وهم دايسين عادي انا بلف بدون ما اخمس لا زين لفيتها قدرت اللعبة هذه صعبة انك تلف الضارة اذا كنت دايس حد الدوسة يعني لازم هني خلاص هاد بنزين يعني دوسي. اوكي لازم كذي امشي شوي شوي لا 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 تكفى 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 لا 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 رد الشارع رد الشارع رد الشارع لا تدعم عمد
داس يلا خلنا نخلص السباق. عندنا ريجامارو يقول ليتس بلاي كونتاجيوس كونتاجيوس لعبة الرعب. ما عندي اياها اصلا. بقت لي بعد لفة اذا ما في احد قدامي صراحة ما نكمل. ماكو احد قدامي. الحين اوريكم احلى شيء باللعبة اللي هو ديربي. الديربي شنو حلبة مصارعة زين. بس كل واحد ايش كذا سيارته تطول لين طقمك انت. اللي طقمك انت اخر واحدة اللي هي اللي توز يعني. مع 24 سيارة. بعد الحلبة. تضعفون. يلا انا تأخذت شوي بالدوز بس مو مشكلة. انا اصل الكاميرا. ولك. اكسكت سكت. سكت. ايه قلبك. هاللعبة اللي تخليك ما يزعبك الهين. في واحد خرب علي كنت مجبل واحد. ايه خليك تلف وادش. لا حسابه ما قلبته بس قلبه وانا فوق. مش كاي سرورة كان عندي طاير طاق. ايه لا لا حسابك كنت تدبل الواحد بخر عني هو. يا ما تتعدل عزب. حسابه الحين مركزي 15 صرت 15 سيارة في موجودة بالحلبة 14 ما في سيارات. السيارات اللي انا عارف مسوي نفس حركة السكشن ديربي. السيارة اذا قاعد تدخن تطلع دخان اسود يعني خلاص قمت موت. مشي مركز 12 صراحة اللعبة وناسة تحسها سريعة ما تطول معك كم دقيقة اللي انت تخلص سباق وناسة يمكن تصير معك حركات حلوة يعني. ودي تصير معي شغلات حلوة اني حق التسجيل على الاقل. داش لا هو انت بطلع. خلو مو يتراجعون اول شيء. اوه وقف في واحد طار يبدا ما ورا طالب. لا ما حشته سامع. طلع عدلوني وين وين الكفرة صار يميني. سوى عليك ابو كمبيوتر لا يموت. كمبيوتر لا يموت. سكت كفر منك خلو دي شوهم. حسافة ما حشت اصبك انت. لا 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 ورد. بقى الأحمر لا يلا يحاول. ايوه قلبنا هذا. لا ما قلب. اي تاك داون سويت له الحسب لي تاك داون. ما صارت سيارة صارت عبد السردين. شنو هذا؟ شنو هذا؟ طالع شقاع الداخل. اصلا السيارة قامت ما تتحرك. بس علقت.
أزل السيارة شو قاعد تتحرك ما أدري. تك إيه خسي خربت سيارتين أنا. انا عايش على تاير واحد. لا في تاير ثاني هني ما شفته. لا والله تاير موجودين بس مو باينين من ورا كلش. ما اقدر امشي قدام. خلنا نجرب قاري. لا 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 لا, لا, لا. كرتك الدمج الحين حاشني اعتقد طقة واحدة خلاص السيارة تقول لي باي باي. ما اشوف احد. اوه المركز الرابع انا. وين وين الباجين؟ اعتقد كلهم رايحين فيها بعد سيارة. وينهم؟ ما اشوف احد يمشي انا. يا وينهم؟ ظلينا انا واحد. وين هذا؟ خلنا نخلص السباق ما تفرق صراحة. اوه كهو كهو كهو. ما تصدني ما تصدني ما تصدني. بعدين اعطيك مو هذي؟ ايه تعال تعال تعال. وراح 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 ما قاعد اشوفه. كاكا تعال. وين وين صار مطلب؟ وين هذا؟ ما قدرت اشوفه. يحط لاحقني دامي. داري كاري 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 كاري. ما حشته. حسنا ما صار في شيء. صراع من اجل البقاء مره ثانيه. على شيء الدربي لا تقول السباقات لاني عدل التحكم. اتوقع السباقات راح تصير وايد حلوه. لا لا وين رحت انا؟ حكيت روحي وكان واحد الحين جب فيني اروح فيها. ولك والله 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 صعب. ولك ايه؟ لا 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 امبي 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 جاكري جاكري. ايوه ود بلشت بواحد انا. كمل عليه. وقف السيارات قبل تطير. ولك لا 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 اوف صعب صعب. بوم وكحاته اكل صرفت و كذي وانا تحس عرب جبله بويهك. شلون؟ دشيت بسيارة انا. بسيارة صفر، هو نفسه مال السباق اللي كان كله يأذيني بالبداية. أديته. شو ايش تبي تسوي يعني؟ ها؟
التحكم يبي له شغل. هذا شو طفته هذا؟ اوكي الحين السيارة صارت بثلاث واير. يا عدد سوالف سونيك. لا طبعا سيارة خربانة هذي. حسافة طوشته. طفته. وش هذا؟ صار سيكل الحبيب. كرب. تك داون. تك داون الثاني. حسافة صارت. لا تتعب. اوف زين. وين؟ قبل اثنين هذا واحد. ممكن حاش مني. ما تنحاش، ما تروح. تك داون. لا قوي باللعبة. من الحين اقول لكم ادش والله راح اقطعكم كلكم. هذه اللعبة. اتمنى تكون عجبتكم. ان شاء الله اذا نزل لها دشت بالبيتا صار فيها شغلات زياده وايد اكثر، راح اسوي فيديو ثاني ان شاء الله اراويكم التغييرات اللي صارت عليها، وان شاء الله لي وقتها اكون يعني مضبط كمبيوتري احسن من كذي صراحه، لان اشغل لعبه واشغل برنامج التسجيل والامور هذه كمبيوتر عندي قاعد يموت. ف وانا بشغل بدون برنامج التسجيل واحسن شوي بالرسم من بعد اللعبه حلوه، مع اني مو حاطها يعني لا فور ريزولوشن لا افكتات والامور هذه، اللعبه حلوه. ف إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم على خير مع فيديو ثاني، مع السلامة. مرة ثانية بداية. 3-2-1 جو.